طبعا انا الفاتوره الاخيره عدلتها وعملتها فاتوره اجله ووجهتها لاحد العملاء. فنروح هنا للعملاء، هنلاحظ العميل اللي هو عميل اتنين اللي انا وجهت عليه فاتوره، الرصيد بتاعه تاثر وبقى عنده رصيد مدين. اقدر اطلع اضغط على العرض، بيديني هنا كشف حساب العميل والحركات اللي تمت. انا دلوقتي حركه مبيعات اجله موجوده، ودي المبلغ والعميل دوت، ده الرصيد تبع العميل وبيانات العميل. ونفس الكلام بيتم في حسابات الموردين، بس بيتم عن طريق فواتير المشتريات. طبعا هنا هوت لو رجعنا مره اخرى، هنا هوت لي حساب الضريبه المضافه، هنلاحظ حساب الضريبه المضافه اتغير هنا هوت حسب فواتير المبيعات والمشتريات، وهنا اتغيرت الى مبيعات اجله. عادي انا ممكن اغير في الفواتير والامر متاح بالنسبه لي في اي لحظه اغير فيها، بيغير في البرنامج وبيخلص كل الامور طالما انا ما عملتش